السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في خدمة دروس. لدروس المرحلة المتوسطة الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات موضوع درسنا اليوم بعنوان الأشكال المتشابهة الجزء الثاني سنتعلم اليوم بمشيئة الله تحديد الأشكال المتشابهة وإيجاد الطول المجهول في شكلين متشابهين. كيف أحدد الأشكال المتشابهة والأشكال غير المتشابهة؟ وكيف أوجد الطول المجهول في شكلين متشابهين؟ هذا ما سوف يتم شرحه في هذا الدرس. المثال الأول أي المثلثات الآتية يشابه المثلث كاف ميم لام لدينا في المثلث كاف ميم لام طول الضلع كاف ميم ستة وميم لام اثنى عشر لتحديد أي المثلثات يشابه المثلث كاف ميم لام لابد من إيجاد نسب الأضلاع المتناظرة وتحديد أي المثلثات يعطي نسبة ثابتة بالبدء بالمثلث س ص ع الضلع كاف م يناظر س ص إذا ستة على ثمانية بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على اثنان ثلاثة على أربعة ميم لام يناظر صاد عين إذا 12 على 20 بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على 4 3 على 5 لاحظ أن نسب الأضلاع المتناظرة غير ثابتة بذلك فإن المثلث س ص ع لا يشابه المثلث ك م ل بالانتقال للمثلث أ ج ب كاف ميم يناظر ألف جيم إذا كاف ميم على ألف جيم ستة على أربعة بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على اثنان ثلاثة على اثنان ميم لام يناظر جيم باء اثنى عشر على اثنى عشر ويساوي واحد نسب الأضلاع المتناظرة غير ثابتة بذلك فإن المثلث ألف جيم ب لا يشابه المثلث كاف ميم لام بالانتقال للمثلث راء تاء دال كاف ميم يناظر راء تاء إذا ستة على ثلاثة بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على ثلاثة اثنان على واحد ميم لام يناظر تاء دال اذا اثنا عشر على ستة بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على ستة اثنان على واحد لاحظ ان نسب الاضلاع المتناظرة ثابتة اثنان او اثنان على واحد بذلك فان المثلث راء تاء دال يشابه المثلث كاف م لام المثال التالي إذا كان المثلث لام ميم نون يشابه المثلث عين سين صاد فأوجد سين صاد المثلثان متشابهين والمطلوب إيجاد سين صاد بما أن المثلثين متشابهان كما ذكر في السؤال فإن نسب الأضلاع المتناظرة متساوية بكتابة التناسب لإيجاد سين صاد لاحظ أن لام نون يناظر عين صاد وميم نون يناظر سين صاد إذا بكتابة التناسب لام نون على عين صاد ستة على ثمانية عشر وميم نون أربعة على المجهول لدينا وهو س ص إذا ستة على ثمانية عشر يساوي أربعة على س بالحل للتناسب بالضرب التبادلي ستة ضرب س ص وثمانية عشر ضرب أربعة ثمانية عشر ضرب أربعة تساوي اثنان وسبعون لإيجاد سين صاد تتم عملية قسمة الطرفين على ستة إذا سين صاد تساوي اثنا عشر المثال التالي إذا كان المثلث ألف ب جيم يشابه المثلث واو هاء دال فأوجد ألف جيم مثلثان متشابهان مع ملاحظة اختلاف اتجاه المثلث، لدينا الزاوية القائمة أ تناظر الزاوية القائمة واو. إذا الضلع أ ب يناظر واو هاء، والضلع أ ج يناظر واو د. فبما أن المثلثين متشابهان كما ذكر في السؤال، فإن نسب الأضلاع المتناظرة متساوية. بكتابة التناسب لإيجاد ألف جيم ألف باء على واو ها إذا ثمانية وعشرون على أربعة وألف جيم وهو المجهول على المناظر له وهو واو دال ثلاثة بالضرب التبادلي ثمانية وعشرون ضرب ثلاثة وأربعة ضرب ألف جيم ناتج الضرب لثمانية وعشرون ضرب ثلاثة كم يساوي أبطال؟ أحسنتم أربعة وثمانون لإيجاد قيمة الألف جيم ما هي الخطوة التالية؟ صحيح قسمة الطرفين على أربعة وهو معامل ألف جيم أربعة وثمانون قسمة أربعة إذا أ جيم يساوي واحد وعشرون ملاحظة يستعمل القياس غير المباشر أشكالا متشابهة لإيجاد قياسات الأشياء التي يصعب قياسها مباشرة مثال مسألة ينابيع في الصورة ينبوع يتدفق منه الماء إلى ارتفاع 18 متراً فيصنع ظلا طوله ثلاثة عشر متر ما ارتفاع شجرة قريبة منه تصنع ظلا طوله تسعة عشر متر على افتراض أن المثلثين متشابهان لدينا ينبوع الماء بارتفاع ثمانية عشر متر ظله ثلاثة عشر متر الشجرة بطول مجهول سين ظل الشجرة تسعة عشر متر بكتابة التناسب بافتراض أن المثلثين متشابهان إذا س على تسعة عشر ارتفاع الشجرة على ظلها يساوي ثمانية عشر على ثلاثة عشر ارتفاع الينبوع على ظل الينبوع لاحظ أن الارتفاع في البسط الظل في المقام بالضرب التبادلي س ضرب ثلاثة عشر وتسعة عشر ضرب ثمانية عشر ثلاثة عشر سين وناتج الضرب لثمانية عشر ضرب تسعة عشر يساوي ثلاثمائة واثنان وأربعون ما هي الخطوة التالية لإيجاد قيمة سين التي تمثل ارتفاع الشجرة؟ نعم بارك الله فيك قسمة الطرفين على ثلاثة عشر وناتج ذلك يساوي ستة وعشرون وثلاثة من عشرة إذا طول الشجرة يساوي ستة وعشرون وثلاثة من عشرة متر المثال التالي مسألة صورة يريد أحمد تصغير صورة بعدها أربعة سنتيمتر في خمسة سنتيمتر بحيث تناسب موقعا في مجلة عرضه 2 سنتيمتر فما طول الصورة المصغرة الصورة الأصلية لدينا عرضها 4 سنتيمترات وطولها 5 سنتيمترات موقع الصورة في المجلة بعرض 2 سنتيمتر طول الصورة في المجلة س بما أن الصورتين متشابهتين اذن بكتابه التناسب س على اثنان للصوره المصغره تساوي خمسه على اربعه للصوره الاصليه بالضرب التبادلي س ضرب اربعه واثنان ضرب خمسه اربعه س وتساوي عشره بقسمه الطرفين على اربعه فان س تساوي اثنان ونصف ويعني ذلك أن طول الصورة المصغرة يساوي اثنان ونصف سنتيمتر. تقويم اختر الإجابة الصحيحة: أي مستطيل مما يأتي يشابه المستطيل المجاور؟ لدينا المستطيل واحد سنتيمتر اثنان سنتيمتر. أي الأشكال الثلاثة؟ يشابه هذا المستطيل لمعرفة ذلك لا بد من إيجاد نسب الأضلاع المتناظرة وتحديد أي الأشكال الثلاثة يعطي نسبة ثابتة واحد سنتيمتر يناظر ثلاثة متر إذا واحد على ثلاثة اثنان سنتيمتر يناظر ثلاثة متر إذا اثنان على ثلاثة لاحظ أن نسبة الأضلاع المتناظرة غير ثابتة إذا الشكل في ألف لا يشابه المستطيل بالانتقال لشكل باء واحد سنتيمتر ويناظر ثمانية إذا واحد على ثمانية واثنان يناظر ستة عشر، إذن اثنان على ستة عشر بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على اثنان، إذن واحد على ثمانية. لاحظ أن نسبة الأضلاع المتناظرة ثابتة واحد على ثمانية، إذن باء يشابه بملاحظة الشكل جيم. واحد يناظر ثمانية إذا واحد على ثمانية واثنان يناظر ثمانية وعشرون بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على اثنان إذا واحد على أربعة عشر لاحظ أن النسبة غير ثابتة إذا جيم لا يشابه بذلك فإن الاختيار الصحيح هو الاختيار باء تقويم مساله جبر اوجد قيمه س في الاشكال المتشابهه التاليه فاصل ابدا الحل بما ان الشكلين متشابهان فان نسبه الاضلاع المتناظره متساويه بكتابه تناسب لايجاد س لاحظ ان ج د يناظر ك ه وباء جيم يناظر قاف كاف إذن باء جيم على قاف كاف إثنى عشر على أربعة وعشرون وجيم دال بعشرة على سين بالضرب التبادلي إثنى عشر ضرب سين وأربعة وعشرون ضرب عشرة اثنا عشر سين وتساوي مئتان بقسمة الطرفين على معامل السين إذا قسمة الطرفين على اثنا عشر السين كم تساوي يا أبطال أحسنتم نعم 20 تقويم مسألة ظلال طول ظل سارية علم 600 سنتيمتر وفي الوقت نفسه طول ظل ابراهيم 150 سنتيمتر فإذا كان طول ابراهيم 180 سنتيمتر فما ارتفاع سارية العلم إذا افترضنا أن المثلثين متشابهان فاصل ابدأ الحل بملاحظة ارتفاع ابراهيم وظل ابراهيم وارتفاع السارية وهو المجهول وظل السارية. بما ان المثلثين متشابهان اذا نسبة الاضلاع المتناظرة متساوية. فبكتابة التناسب س على 600 وهو ارتفاع السارية على الظل و 180 على 150 بالضرب التبادلي س ضرب 150 و 600 ضرب 180 ، 150 س في الطرف الأيمن 600 ضرب 180 وتساوي 108000. بقسمة الطرفين على 150 فإن س تساوي 720، ويعني ذلك أن ارتفاع سارية الألم تساوي 720 سنتيمتر تعلمنا اليوم درس الأشكال المتشابهة وتم شرح طريقة تحديد الأشكال المتشابهة وكذلك إيجاد القياس المجهول وأيضا القياس غير المباشر شاكر ومقدر لكم متابعتكم، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله